أنتهز هذه الفرصة من هنا من على مسرح المروق وأرفع أجمل التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة 23 يوليو المجيد. وأدعو الله عز وجل أن يمن على صاحب الجلالة بالصحة والعافية والعمر الطويل يا رب العالمين. قولوا آمين. وكل عام وأنتم بخير. حكمته والعدل مبدأ لا شيء.